14 هدف للنجم الأوزبكي الكبير راشيدوف، نجم منتخب أوزبكستان مرشح لكأس العالم الوصول. والتصويب، الله، صاروخ راشيدوف مرشح إلى كأس العالم مع منتخب بلاده، ويرشح فريقه للوصول إلى نصف النهائي بهدف مبكر إذا ما انتهت المباراة بهذا الانتصار. أي صاروخ راشيدوف دون خوف، يطلق صاروخ على يسار بابا ما يرضى يقف على بعد 10 ويسيب 20، لا لو وقف على بعد 15 ياردة هتفرق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على روماريو العظيم، فاجئنا وفاجئ الدنيا كلها، ويطلق صاروخ لا يصد ولا يرد. 2-0 للجيش، مش معقول مش معقول مش معقول، يا روعة. تاني جول، 16 هدف لهذا اللاعب الكبير على مدار الموسم. أي انطلاقة يا ولد، أي روعة يا روعة يا ولد. بص شوف روماريو بيعمل ايه، صاروخ، وفي نفس الزاوية اللي فيها بابا مالك. لا 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 لا, لا يا بابا، لا لا يا بابا، لا لا مالكش. روماريو والتصويب، الهدف الثالث غير معقول غير معقول. الجيش يقدم الحياه، عرض راقي وعالي في التهديف من خارج منطقة الجزاء، هو ثالث الأهداف. نعم، 3-0 للجيش، روماريو يسجل ثاني أهدافه وثالث أهداف الجيش من خارج منطقة الجزاء. وكالعادة بابا مالك زيه زي تماما، وكأنه في كابينة التعليق بابا مالك يشاهد اللقاء، يتابع اللقاء، وكأنه غير محسوب على أحد الفريقين. وروماريو من مسافة 25-27 ياردة يصوب. هذه بابا مالك اللي بيتحمل الجزء الأكبر من المشاكل اللي موجودة. فرصة هدف رابع، بل هدف رابع، بل هدف رابع، رباعية رباعية رباعية. برضو روماريو ينافس بغداد بنجاح على لقب الهداف في اللقاء الواحد. بغداد بنجاح أمس 4 أهداف مع السد، وروماريو الآن 3 أهداف هاتريك مع نادي الجيش ليرفع الرصيد إلى 4 أهداف. لا 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 لا, لا, لا. الجيش يقدم مباراة كبيرة، وأم صلال يقدم مباراة لا تليق بما قدمه الفترات السابقة. أدي محمود جابر، وقلت أن خط الظهر في مشاكل، وقلت أن بابا مالك حارس المرمى أيضا أيضا ما طلعش في الكرة العرضية، لا طلع. بالأربعة والاثنين هيلعبوا بعض إذا تأهلوا. نعم، فرصة هدف، تقليص الفارق. نعم نعم، المواس يسجل هدف أول لأم صلال، هدف تقليص الفارق، رد فعل وسريع وقوي من المواس بعد الهدف الرابع، بعد كرة عرضية جميلة من محمد السيد جده. هرب المواس من يوسف مفتاح وخد منه المفتاح وقال للمرمى افتح يا سمسم. قال جات له الفرصة لتقليص الفارق، لن أقول للتعادل أو الفوز، بل تقليص الفارق بشكل أفضل. بعد ما كان بيلعب ضد 11 أصبح بيلعب ضد 10، ويمتلك عزيمة وإصرار وقدرات كبيرة. العرضية من جديد، يا سلام يا سلام يا سلام، عدت من الجميع. فرصة تاني للتسجيل، فرصة للتسجيل، وسجبه يسجل، سجبه يسجل. 4-2 4-2. غريبة غريبة يا كورة أحوالك، يمينك راح على شمالك. يسجل سجبه الهدف الثاني لأم صلال، ويقلص الفارق إلى 2. غريبة يا كورة أحوالك، يمينك راح على شمالك. سجبه، نشوف الكورة العرضية. الكورة دي كانت أوفسايد ولا إيه؟ كانت أوفسايد ولا إيه؟ دي كانت أوفسايد يا جماعة من بدري، دي كانت أوفسايد من بدري. وادي العرضية عدت ومرت وفاتت، تروح إلى سجبه بكل هدوء بكل ثقة بكل تأني. أقدام من جديد من جديد، يا سلام، مراد باجي يعد ويمر، يعد ويمر، وبنعده فرصة الخامس، الخامس خلاصية، عملوها خلصوها، وإلى نصف النهائي بفرقتهم وصلوها. فلت خلاص صبر لموشي وأطمئن، ترك الملعب تماما بعدما نجح حمد الله. فين فين حمد الله وأهداف حمد الله وعظمة حمد الله؟ مراد ناجي، برافو يا مراد، برافو يا ولد، برافو يا ولد. بقول لكم فريق الجيش 4-2 ب10 لاعبين، لكن متماسكين بصحتهم. الجيش في صحة جيدة، الجيش في حالة تكتيكية جيدة، الجيش بهجوم وانطلاق هجومي. ينجح حمد الله في أن يحرز الهدف الخامس، 5 أهداف في مرمى بابا مالك، وكرة عرضية كلها ذكاء. ومهاجم، مهاجم من مواليد منطقة الجزاء، هو حمد الله المهاجم المغربي الكبير. ومحاولة هدف، وبالفعل لا 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 لا
مباراة غريبة من تاني كورة أحوالك من تاني يمينك راح على شمالك. إبراهيم أنداي يقلص الفارق بثامن أهداف المباراة 5-3 5-3. نتيجة لم تحدث أبدا في تاريخ مواجهات الفريقين. في الدور الأول فاز الجيش 4-2.